ومن ضمن الفيديوهات اللي كانت توب فيديوز النهارده كان فيديو رد الزياره، وده بعد ما كابتن مدحت شلبي زار الاعلامي عمرو اديب في الاستوديو بتاعه في برنامج كل يوم. قرر الاستاذ عمرو ان هو يرد الزياره لكابتن مدحت بعد مباراه مصر وبوركينا فاسو علشان يحتفلوا سوا بصعود مصر للمباراه النهائيه. الفيديو ما زال ترند رغم ان هو عدى على الماتش يعني 3 ايام. اللي جاي من بعيد ده يا نهار ابيض، كابتن لازم نرد الزياره يا ابو الكباتن. الهرم الرابع داخل، مش لازم الهرم الرابع داخل عليا. لا رامي انت جيت سبتنا، لازم نرد حبيبي حبيبي نرد حبيبي الزياره حبيبي. هنا طبعا لازم الله، انا خلصت الاطفال وقلت اجي على طول علشان هنا كل الناس. ورينا يا ابني شوارع مصر، ورونا الفرحه، يلا يا محمد ورونا السعاده، ورونا الناس وهي مبسوطه. اه والله، والله يوم جميل ويوم عظيم. وخلي بالك يا عمرو باشا، النهارده المصريين دول بيعبروا عن حاجه عظيمه جدا، مش كوره بس، انتماء للوطن. هذا الحب الجارف اللي طالع من القلب ده طالع من القلب لتراب البلد. اهو يا ابو الكباتن اهو. الله الله الله، يا نهار ابيض يا نهار ابيض. انا عايزك تغني بقى. لا لا، ما انا غنيتي هناك يا حبيبتي يا مصر. والله صوتي راح يا حبيبتي. انا جاي بس ارد لك الزياره. انا سعيد يا حبيبي، ربنا يخليك ليا ابدا. جميل. انت اجمل، انت اجمل يا حبيبي. توفيق دايما. شكر يا حبيبي، يلا خد الجمهور معاك. اتفضل بقى، الف سلام. شكر يا عمرو باشا، نورنا وشرفنا.